أوقفوا فورمولا الدم، شعار تصدر تظاهرات الثوار في مختلف المناطق البحرانية بالرغم من تصاعد القبضة الأمنية لدى النظام الحاكم. مختلف القوى الثورية قابلت هذا التصعيد برفع وتيرة التظاهرات الرافضة لإقامة السباق في أبريل نيسان المقبل. فقد شهدت بلدات العكر والنويدرات والمعامير وسترة وعشرات المناطق الأخرى تظاهرات غاضبة واجهتها قوات النظام بأسلحتها النارية وقمعتها باستخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات ومواجهات عنيفة بين القوات والمتظاهرين الذين ردوا على الاعتداءات بالزجاجات الحارقة وقطع الشوارع بالإطارات المشتعلة. وتأتي هذه الاحتجاجات الرافضة للفورمولا بسبب استغلال السلطات هذا الحدث الرياضي العالمي للتعتيم على الحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 14 من فبراير شباط من عام 2011. وعلى صعيد متصل نفذ نشطاء في العاصمة البريطانية لندن اعتصاما أمام المبنى الرئيسي للفورمولا واحد، عبروا فيه عن رفضهم القاطع لإقامة سباقات الفورمولا الذي يقام على دماء شهداء ثورة 14 من فبراير بحسب تعبيرهم. وتوقفها وهذه السباقات إنما تساعد في تلميع صورة هذه الحكومة المجرمة، ولذلك نقول لهم بوضوح ستوب ريسينج إن بحرين، توقفوا عن هذه الفعاليات.